صباح النور زينات، صباح النور زيني، صباح النور العائلة الغزالة. كنصبح عليكم المدينة السعيدية من هذا المنظر الجميل ما شاء الله. شوف 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 هاد القطيطات حدايا، شوفوا ما شاء الله. جيت باش نقول لكم راني في مدينة وجدة، مرحبا بكم عندنا. احنا عندنا معريض في قاعة الريصاني، ساحة المغرب، طريق مراكش. مرحبا وألف مرحبا، كنتمنوا أنكم تجيو تشجعونا وتصبحوا علينا وتقيلوا معنا وتعاود تجي. والمهم احنا هنا من اليوم الخميس حتى نهار الأحد إن شاء الله مساء كالعادة. كنتمنوا أنكم تكونوا كتار بإذن الله، وحنا عوالين عليكم وعلى الله، ونتمنى ما تخلوش علينا بحال اللي تخلوا علينا بعض الناس. انا غادي ندور الكاميرا ونوريكم هاد المناظر الجميله. هذه نرجس تسلم عليكم. شوفوا لي شوفوا لي الله. حنا في سونتر دي ستيفاج ديال بيرلا السعيديه، الدنيا كنقيه وغزاله، الجو صافي زوين. هاد القطيطه صباح النور غدا معايا، سبقاني مرحبا بيا تبارك الله. صباح النور تيسير، صباح الخيرات، ويتو 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 تبارك الله. هانتوما العائلة ديالي. الله السعيدية صباح فيها الجو زوين دافي، ما كاينش البرد، ولكن وجدة غالبا غتكون باردة. الله يرحمنا يا ربي ويغيثنا بشي شتوي ان شاء الله، رحنا محتاجين ليها بعد هاد الحراره اللي دازت. الله السياره صبحه مدوشه بالسمراء. نرجس صبحه سخفانه من الصباح، قالت لي طاطا واش انا غنصور على الصباح. صباح الخير مادوزيل. يلا حبيبي انت انستالا ونرجع ليكم. سير خصنا شنو قلتي ليا؟ قلت لك سيري بشويه. بنتي عاقله عاقله على النهار اللي شدونا شدتنا الكاميرا. وبشي لكم خيره، البارح احتفلت بنا وجده، احتفلت بنا وجده. عاد دخله عاد دخله يلاه في الطبياج، ميم با بشي 100 متر ولا 100 متر روم بوان خرجنا من الطبياج. قرقوها علينا، كنت غادا ب 72 ما انتبهت ليهاش. هما في الحقيقه كانوا وخدمتهم ناس طيبين الصراحه ربي، وخلصنا 150 درهم. فوالا اهلا وسهلا بنا في مدينه وجده. صباح الجو زوين، ما كاينش البرد، ولكن هاد تبرد وجده في الليل كيكون. اليوم دايرين توصلت ل 22 باذن الله ولا 25. دابا حنا ما ولفناش البارح، هذاك الشيء كنا مولفين الساعات. الحق هادي جاتني قريبه البارح على هادي جبدا فيها، وكان انت ما فيها لا فيها رجل واحد. انت هادي غادي نفوتو غير داك هذا نطلع على ديك البليصه غادي تا خسرتي في الصلاه باش قلتها لك. ايوا بعدا جينا نقيم. ما يوصلوا يتوسخ السمرة سي فغي، هو البحر هو هذا درتي ضروري. قلتي علاش حتى الباب؟ المهم نحيدو شي فين يجي شي. إيوا حبابي الغزلان، غادي نقول لكم إلا شي حاجة كنت باغية نقولها، شي حاجة كنت باغية نقولها. أييه الله يرضي عليكم. بعدا قبل من كل حاجه كنقول لكم جمجيمو ولا تخممو، جيم 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 هي الاولى. الله يعطيكم صحتكم. بالرادار حنا غاديين 34 صافي. البارح تخلعت زوينو قوي جميل. قلت لكم احبابي بغيت نهضر معكم، كيف ما قلت لكم اول حاجه ديروا جيم، اللي ما مشتركاش تشترك. مرحبا بك والف مرحبا، كنقولها لكم من قلب قلبي، وكنقول لكم شرفتوني وعائلتي غدا كتكبر شويه بشويه. ونتمنى انكم تفاعلوا مع القناه ديالي ومع الفيديوهات. انا راه كندير محتوى نقي، ما كنديرش محتوى اللي هو يعني
الو حبايبي فين خليناها؟ انت كسوله. المهم كما قلت لكم كان لكم محتوى اللي هو نقي، نتمنى انكم تفاعلوا مع القناه ديالي ونزيدوا بها القدام ان شاء الله، وباقي الخير امام. جيت نجاوب بعد لي كومونتير، ماشي كلهم، ولكن علاش بغيت نجاوب؟ غتقولوا لي كتبرري؟ نو ما كنبررش احبابي، مي سي دي كومونتير كي سي ريبيت في شاك فيديو كنحطها، الا هو نفس الاشخاص ونفس لي كومونتير غير بصيغه مغيره. الوغ اللي بغيت نقول لكم انا سي فري كو كان درت فيديوهات على منى واللي كنسلم عليها من هذا المنبر، وكنقول الحمد لله على السلامه، رجعت البارح في الليل وصلت على خير وبخير. كتهاجموها بواحد الطريقه شرسه، ما فهمتش علاش، وحتى انا كتهاجموني شي شويه معاها، كتقولوا المهم كتقولوا شي كلام اللي ما خصوش يتقال. المهم بناتي ولا خواتاتي ولا ولادي ولا، المهم لان اللي كيكون مور الشاشه ما كيقولك شكون انا، غير جيبها فمو قول وجيبها يدو كتب، تيقولوا لي اللي قال لي كلات هالدنيا، اللي تيقول لي حيت انا راه سمحوا لي شي شويه راه مخي كبر وكنسى شي شويه، ولكن ما كنساش شي حوايج مهمه. على ذكر هاد كبرت، واحد الاخت ولا البنت ولا جون سي با، حيت هي واقيله راه ما غاديش تكبر، لان هي يمكن داروها في الكونجيلاتور وغادي تبقى هكا حتى نهار يديموا الامانه امانته. قالت لي كبرتي وهترتي، اي فين ما كانت شي شقفه، فين ما كانت شي شقفه كتخرج تبكي علينا في اليوتيوب، المهم شي حاجه بحال هكا، وتابعين غير الفلوس و والمهم شي كلام من هذا القبيل. ومنى بارك عليها كلات الدنيا، تمشي تقابل ولدها، عندها محلها، عندها وي 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 وي، وتبارك الله والصلاة على النبي على المرأة المثالية المغربية اللي كتشجع الأخت ديالها. فريمون تصدمت، تصدمت من هذا الكلام. علاش؟ لأن كنت كنعتبر أن المرأة المغربية خصوصا مرأة مكافحة للوم ولاتي، فيما حطيتيها تبارك الله تحمر لك الوجه، حطيتيها في الكوزينة ما عندي ما نقول، حطيتيها في الخدمة ما عندي ما نقول، حطيتيها في لورغانيزاسيون ديال أي حاجة كتبتها وتمشي ليها أدق التفاصيل، تكدت على خير وبخير. وحطيتيها تبارك الله في المواقف الاجتماعيه واللي كيخصها تشجع فيها المراه بصفه عامه، والمراه بصفه المراه المغربيه بصفه خاصه. تصدمت، تقول واش حنا فعلا هكا؟ اويلي كاع هاد الحقد وهاد الحسد. اعتذر، حلقي كينشف ليا، والله الا كنت نهضر كينشف ليا حلقي، ماشي نيشان، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا باقي لا تلفت، المهم معليناش، كندمج في الهضرة كنسى راسي. اللي بغيت نقول لكم ابنتي ولا اختي، تحت موقف لكم في طريقكم، تحت ما قال لكم ما تخدموش، حتى حد ما قال لكم ما ديروش الفلوس الا قديتو، بالعكس بالعكس، ما حد عندك صحتك وباقا قاده تخدمي، شمري على دراعك، كوني مراه منتجه، كوني مراه انديبوندونت، شنو هي انديبوندونت؟ مستقله. استقلاليه، حزب استقلال، مستقله لا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه الذاتيه، لان حتى ملي كتكوني امراه منتجه كتكوني مفيده لنفسك، لوليداتك، للاطخوي، للناس اللي دايرين بك، يعني المجتمع الصغير ديالك قبل من المجتمع الكبير.
وكتكوني مرا فعاله وكتثقفي وكتلاقي ناس وكتعلمي لان وكتوعي، لان الوعي ماشي بالقرايه. انا عجوزتي الله يرحمها عمر ما شفت السكويله كما قالوا جدودنا، انا جاميتي على ليكول، ولكن الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار كانت لالا ومولاتي، كانت مراه واعيه وحكيمه. عرفتي انا تربيت في دارنا ايه، ولكن تزوجت وانا صغيره، يعني مشيت عندهم على جد 19 باقا كنقرا. لالا ربتني التربيه الثانيه الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار، ويرحم زوجي ويرحم خالته اللي عتوفات مسكينه، الله يسكنها فسيح جناته يا ربي، ويرحم جميع اموات المسلمين. كانت شنقول لكم الحكمه كتشتت منها، اقسم بالله الا كان كلشي كيتشاور معاها. الهضره ما كتخرجهاش الا وكتلوكها وتعاود وتعاود حتى كتخرجها موزونه ومتقونه، وعمرها ما تخرج شي كلمه اللي تاديك ولا اللي تجرحك ولا اللي تفقصك ولا تعادى مع الناس. الله يرحمها مسكينه كانت كتقول لينا شوفي بنتي انتي باقا صغيره، وعدو واحد في الدنيا كتير عليك، اللهم صلحي لسانك وخليك ودوده وخلي لسانك رطب، غادي يحبوك الناس ويحبك حتى اهلك، يعني وليداتك خوتك والديك كلشي غادي يشوف فيك ديك الانسانه السموحه، الانسانه شنقول لكم اللي لسانها رطب ماشي الفعال كتلسع داك اللسان عندك فيما كانت تمشيو، ماشي مزيان والله ما مزيان حبابي. انا هاد القناه درتها باش نتعلموا من بعضياتنا، نستافدوا من بعضياتنا كاملين. انا كنقول لكم ماشي انا راني معلمه ولا نو، ولكن انا اكبر منكم، اكبركم سنا اكثر منكم هي كمان، هذا راه قلت غير انا. ولكن تيقولوا واحد المثل عربي كيقول لي فاتك بليله فاتك بحيله، ونتمنى ان نكون وصلت لكم الفكره، ونقول لكم بنتي واختي ولا ولدي ولا خويا بلاش عليكم الكلام اللي كيجرح، بلاش عليكم هذاك السوء، داك الكلام اللي كي وشي كيحارب شي وشي كيوقف في طريق شي داش، الله ما دايمين فيها، كل نفس دائقة الموت، واحد يقاد راسو ويقاد باش يلقى مولاه، لأن راه حتى واحد فينا ما كامل وبارك علينا غير ذنوبنا بلا ما نزيدو نكثرهم على الدنيا. ماما عينيا راني بقيت كنقشع والو. انا حبيبي كنت كنتمنى نوريكم الحدود، احنا ما بيناتنا غير جوج سلوكه اللي كيفصلوا جيراننا الاحباء، كيفصلونا على جيراننا الاحباء، الله يكون معهم ويكون معنا يا ربي، والله يدي ما خلق هذا اللي كاين. شتي هادي قصيره اخرى كنبقاو رومبوا ياكل لا فوالا، حنا اكتشفنا بلي قصرنا الطريق وهادشي اللي كنت باغا نقول لكم. المهم نتمنى نكون جاوبت على ديك التعاليق اللي هي فعلا سلبيه، وعندي الناس اللي كيحبوني كيقولوا لي والله ما تجاوبيش وما تبريش، ولكن انا كنصح اكثر من لاني كنجاوب ولا كنبرر، بالعكس ما عندي ما نبرر، انا كنقول اللي خصو يتقال، وهادشي اللي كاين احبابي. وحتى هادوك اللي ما كيبغيونيش انا احبكم في الله، ما عنديش مشكل لان ما عندي عداوه مع شي حد، وكنحبكم كاملين، ونتمنى ان داكشي اللي كنعطيه لكم يكون زوين
وحتى الا كان فيه شي حاجه خايبه ما تاخذوهاش، خذوا غير حاجه زوينه. واحد يعرف يعزل ويختار اللي يناسبه واللي مهم. بنتي راه كتصور نكمل. حاضر يا الفنانه ديالي، هو هذا اللي كاين. والله ما سخيت بكم، انا ملي كنبغي نتحدث معكم كنقول غادي ندير غير فيديو قصير 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 ونتحدث معكم. الساعه كيجيني الالهام وما كنحبش، كداك الشيء في قلبي كيبغي يخرج. كنغبر عليكم لان فعلا هاد المنزله قتلت كل شيء. سبحان الله ما بغاش يمشي. الناس عيات بالدواء، عيات الله يرحمنا يا ربي، الله يرحمنا ويرحم امتنا. شتي السيكا والبغبولي هادو غادي يمشي ديالهم ديالهم هذيك اللي ديالهم ديالهم هذاك اللي بالي. سبحان الله. ايوا يا خساره. دوماج كيبقى فينا الحال، لان بحال شي جارك الباب على الباب كتلاقاو ما كتسلم ما كتقولوش السلام عليكم، هو السلام ديال الله. اي أيوة والله يصوب هادشي اللي يقول الواحد. انا كيعجبني هادشي اللي مستحيل وديتو. لا لا بلاصتك نعرفك، زرتو في الصباح، اما في الليل كيكون الضوء شاعلين. حبايبي حنا غادي للمريض. المهم هذا القدر يقدر يجي الفيديو طويل، ولكن لا ما نضمنش غادي نصوروا لكم ان شاء الله. غير نوصل نصور لكم المحل لون بلاسمون جوتي لون بلاسمون ديال القاعه اللي هي قاعه الريصاني ساحه المغرب، راه هي سونتر ديال مراكش، تكون حدا البلديه حدا العماله القديمه. ايوا غادي نقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله ملي نوصلوا لوجده باذن الله باش نديوها في سوقنا. ما فيا ما نخلص شي مخالفه واحده اخرى. تكلفي مادوزيل. المهم حبايبي انا غنوريكم هذيك المكانه، ما عرفتهاش بالضبط شنو هي، سمحوا لي. ماذا شارع غوت مراكش؟ شارع غوت مراكش. هنا كاينين المجازات فوالا، وهنا كتدي لديك الساحه اللي تما راه فيها لي سناك. يملا بالكم شي حاجه كتعرفوها، كاينه صنع وبيع الحلويات والملاحات عند اهل فاس. هذه نرجس، ولا هادشي كيبيع داكشي ديال الحلويات. مناسباتي ماركت، هنا الصيدليه العصريه، وها حنا قربنا القاعه، قاعه الافراح الريصانيين. جات حدا هاد لو باناجو، نجيو لهنا. قاعه هي هادي قاعه الريصانيين. الو زينات، دابا انا غادي نسد معكم الفيديو هنايا باش ما يجيش طويل، وفي نفس الوقت غادي نبدا الفيديو اللي غادي نصور فيه لي ستوند ان شاء الله والقاعه باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الفيديو المقبل كونوا حاضرين وشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام.